ربنا لك الحمد حمدا كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد دائما يا ربنا، نستغفرك ونتوب اليك. احبتي في الله، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، طبتم وطاب مساءكم وايامكم ودمتم في طاعه الله اينما كنتم، ولقاء جديد وطمني عليك. بشكركم زي كل مره، كل مره فعلا الموضوع بيبقى اجمل من المره اللي فاتت. نستمر بيكم، اتصالاتكم بارائكم على الصفحه حاجات فعلا كتير بتفعل الموضوع قوي، لدرجه ان احنا بقينا نهتم جدا بالقصه ونتناقش فيها ونتفق ونختلف. لكن في النهايه ان شاء الله كله هيبقى من اجل الوعد اللي احنا وعدناه، ان احنا نفضل معاكم علشان نحقق اعلى مستوى وافضل مستوى من الصحه النفسيه. في حقيقة المرة اللي فاتت كان في اتصال يمكن ناس كتير اتكلمت عليه وكان ليه مردود بعد الهوا، في ناس كتير علقت على الموضوع. فاحنا كنا ماشيين في سلوكيات الطفل زي احنا ماشيين، ففي نقطة احنا يعني اللي هي عملت الكلام، ان احنا ساعات الاطفال من ضمن السلوكيات بيخرجوا عن التركيبة النفسية بتاعتهم اللي احنا باختصار بنسميه اضطراب الهوية الجنسية. يعني ايه الكلام ده؟ هنقوله بشكل مبسط وشكل يخلينا نحافظ على اولادنا وشكل يخلينا نقدر نسيطر على الموقف قبل لا قدر الله ما يحصل اي حاجة. وانا دايما يمكن كلمتي مشهورة، روح للمشكلة قبل ما تجيلك. فاحنا في حاجات بسيطة جدا بنعملها وامور من السلوكيات احنا بنغذي بيها الاطفال. لكن في البداية هنطرح بعض الاسئلة او اللي انتم طرحتوها بنفس النص. اعرف منين ان ابني عنده اضطراب الهوية الجنسية او بيفضل الشكل التاني؟ اول حاجة المظاهر، هنتكلم عن المظاهر. وطبعا انا مستني تليفوناتكم وارائكم، وان شاء الله بعد كده هنفعل. النهاردة اتفقت مع المعد الجميل بتاعنا ان احنا هناخد الكلام اللي بتعملوه في الصفحة طمني عليك او في اي مكان في تويتر او في اي مكان، وهنجيبه على اساس ان احنا نقول ارائكم وهنبدأ نشرح. خلينا نقول بسرعة ان احنا محتاجين شيء من التفصيل وشيء من التقنين والتأصيل النفسي والديني في نفس الوقت. الموضوع مهم جدا وعايزين نمسكه بشكل مفصل وبشكل علمي قوي. السؤال، اول سؤال جالي: دكتور اعرف منين ان ابني عنده اضطراب الهوية الجنسية؟ اول حاجة هنقول ان الاضطراب ده ليه عدة مظاهر وليه عدة اسباب. المظاهر هي ايه بقى؟ اول مظهر من المظاهر ان احنا بنيجي نعمل الولد بيطلع بيفضل ملابس الجنس الاخر. يعني لو هو ولد بيحب ان هو يلبس ملابس فيها حاجات بتاعة البنات او فتيات، والعكس صحيح لو هي بنت دايما بتفضل ان هي تلبس ملابس اللي فيها الاولاد او يعني تتشبه اللي هي جات فيها سبب المشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم جه فيها اصل اللعن. فاحنا هنبدأ نقف علشان ما نوصلش النقطة دي. ومعانا اول اتصال، مدام هاجر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مدام هاجر، الو، اهلا وسهلا، اتفضلي. السلام عليكم يا دكتور. اهلا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لو سمحت يا دكتور، انا ابني عنده 3 سنين، بس هو بالليل ما بينامش كويس خالص وبيقوم من النوم مفتوح يقعد يعيط بطريقة هستيرية، مثلا ممكن يقعد يعيط نص ساعة او ساعة متواصل. ولو مثلا عايز عصير مثلا اقول له ما فيش عصير، يبقى مثلا ممكن يقعد مصر على رأيه وعنت بشكل بشع ان انا مش هسكت الا ما تحققي لي طلبي يعني. تمام. الو، مع حضرتك، اتفضلي. وبعتني يا دكتور، الموضوع ده بيتكرر بالليل مرتين يعني. وبعت طيب. مدام هاجر، ده الابن رقم واحد؟ ايوه، ده اللي خد كل الدلع مش كده؟ لا، ده رقم اتنين بس برضه متدلع الحقيقه. يعني ده اللي كنا ايه، دايما بابا عايز كذا اتفضل، ماما عايزه كذا اتفضل، فما بقاش عنده. هو كان عصبي قوي من وهو صغير، فكنا فعلا بننفذ له كل احنا كنا بنتكلم مره فاتت عن عدوانيه الطفل، وقلنا ان احنا سبب، لان الطفل بيقول ايه او بيحط في الصوره الذهنيه بتاعته ان كل ما وقعت علي عينك فهو ملك لك، عايز يدوس بزرار يلاقي الحاجه كن فيكون. الوضع كده؟
الو، الوضع كده ان هو عايز الحاجه تلبى له في الوقت نفسه. ايوه في الوقت نفسه، حتى لو مثلا طلبت له وهو فاهم ان انا بطلب له الحاجه انها هتيجي ما عشانه، بيستناش. مش قادر ان هو يصبر، هو عايزها طب في الوقت ما دام نفسه، هاجر يا اما خلاص بدأ هيحصل ياخدك، الانهيار. هسألك سؤال عشان كل المشاهدين استفادوا منه، بدأ ياخدك لحته بعيده يعني يرفص يخبط دماغه في الحيطه يعمل نفسه بيقع او كلام من ده؟ لا 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 لا، بس هو انهيار بالصريخ. طب الحمد لله ان هو ما وصلش للمراحل المتقدمه. ليك اي اسئله طب تانية؟ وفي حاجه كمان يا دكتور لو اتفضلي. سمحت، هو كمان لو حد مثلا غريب او حد لمسه او هصر معاه بالايد برضه بيجيله حاله انهيار، كانه اضطرب فعلا، يعني كاني حد ضربه او كاني انت حد ما بتخرجيش عذبه بيه يعني. عند القرايب او في او عند ناس كتير؟ ايوه بيروح عند القرايب عادي، بس برضه الموضوع دوت كان يعني فضل معاه فتره، ان اي حد يلمسه او اي حد يكلمه حتى لو بهزار بس بنبره صوت عاليه شويه ياخد الموضوع ان هو هو. يعني هو قعد، السؤال هو قعد فتره طويله ما بيقابلش ناس؟ لا 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 يعني لا، اقل حاجه كل اسبوع كان بيقابل ناس ويقعد لا مع ناس، ناس. مش ناس الاسره، انا عايز ناس يعني الاسره. لا ناس غريبه فعلا، قعد فتره ما يقابلش حد. طيب تمام، انا هاشكرك على اتصالك. تيجي اسئله تانية؟ لا شكرا يا اشكر دكتور، اتصالك، واحنا عندنا زملة الطفل في سلوكيات وان شاء الله هنتكلم عليها، بس انا قلت نلحق اضطراب الهوية الجنسية عشان جت كمية اسئلة كتيرة جدا. لكن ده الطفل عندنا هنا من ضمن سلوكياته انه بيعمل حاجات كتيرة جدا زي ما دمهايدر قالت، ان هو لازم يلبى ليه رغباته، لان هو عارف انا هقدر اعمل ده في ماما كده. تدريجيا بيبدأ الاول يعيط وبعدين يرجع يصرخ وبعدين يرجع. في زملة غريبة هنتكلم عليها ان شاء الله اسمه السقوط المفاجئ للاطفال، ده بقى قدام شويه يعني ربنا يعافينا وما تجيش لاي حد من ولادنا. بيعمل ايه الطفل هنا؟ بيفتكس ويبتكر. ليه؟ لان هو رقم واحد زي ما بقول دايما بكرر على مستوى الذكاء في الدنيا كلها، بيعمل حاله السقوط المفاجئ، يقع من طوله زي ما بقول لك الواد وقع من طوله. وفي طفل اللي بنسميه عندنا في الناس البسيطة بيفضل يعيط لغاية لما يقطع النفس. أيوة الطفل بيسكت. كل هذه الأشكال من السلوكيات التي يصدرها الطفل علشان يعمل نوع من الضغط والاسترس على الأباء لتنفيذ رغباته هنتكلم عليها. وكل إن شاء الله ما تتصلوا وتقولوا لي حاجات جديدة هنضيفها ونتكلم عنها إن شاء الله، وهنفتح مجالات كتيرة جدا لأن احنا في موضوع مهم مهم جدا، وحاجات بسيطه ممكن تخلينا نسيطر على سلوك الطفل من الاول. وخلي مبدأك زي ما بقول كده روح للمشكله قبل ما تجيلك، ما تستناش المشكله لما تجيلك. بعض الامور البسيطه اللي ممكن نقننها هنقدر نفهم. هنا طبعا انا سالت مدام هاجر، هو ده الطفل الثاني؟ قالت لي الغالب يبقى الطفل هنا متدلع، ادينا له كل حاجه فهو اتعود ان هو ياخد كل حاجه، ما ينفعش ما يجيلوش كل حاجه. لا احنا عايزين هنا نقنن الشكل السلوكي للطفل، ليك ايه وعليك ايه، احنا لينا عندك ايه وانت لينا عندنا ايه، اللي هي حدود الطفل. هتسال تاني نفس السؤال اللي بساله يا دكتور، هو حد هيقدر الطفل هيقدر يحط لي الصوره الايميجيشن دي بتاعت السلوك؟ ايوه بيقدر، من 3 سنين ويمكن اقل الطفل بيقدر يرسم صوره ويعرف حدوده، وده يمكن سبب اساسي ان بيخلي الطفل يخش في السرقه. وهنتكلم على السرقه والكذب بعد كده ان شاء الله، ان الطفل بيسرق من هذا المنطلق ان هو مش عارف ان ده ان دي مش حدوده، ما رسمناش الحدود بتاعته، فهو بيقول كل ما وقعت علي عينك فهو ملك لك، كل حاجه بتاعتي مفيش مشكله. راح عند الجيران، راح ماما خدته وراحت عند قريبها، الطفل بيشبط في حاجه او ياخدها وينزل بيها. طبعا الاب والام بيبقوا في نص هدومهم زي ما احنا عارفين، لكن هو الطفل عارف ان الحاجات دي كلها بتاعته. الحل ايه؟ ان احنا نبدا نعمل حدود، نعمل حدود للسلوكيات بتاع الطفل علشان نقنن المساله. خلاص يبقى ده ردي لمدام هاجر، ان احنا نعمل حدود ونعرف ندي بتقنين، ما نديش كده على طول وبعدين نقول هو جرى له ايه. لا احنا بندي بافراط، فما عندناش هنا عمليه لازم يكون فيها ايكوال شويه او فيها نوع من التوازن، لا افراط ولا تفريط. خلاص نرجع لمرجوعنا ونتكلم على اضطراب الهويه الجنسيه وقصة ان بيحصل تغير في الشكل السيكولوجي السلوكي، ان الطفل يبدأ ياخد ملابس البنت، تاخد ملابس اخوها والولد ياخد ملابس اخته ويبدأ ياخد الملابس. طيب نقف مع لغاية هنا ونكمل مع مدام مريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مدام مريم.
الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا. ممكن أكلم الدكتور؟ نعم أنا مع حضرتك، اتفضلي. الدكتور لو سمحت، أنا بنتي عندها 3 سنين وبحاول أعودها إن هي يعني ما تبقاش لابسة البامبرز وتسيب الببرونة، مش راضية تسيب الببرونة خالص، والبامبرز مش معندة تماما يوم واحد، وبعد كده بقت مش راضية يعني تعمل على نفسها لغاية ما خلتني ألبسه لها تاني. رقم كام هي مدام مريم؟ 3 سنين. رقم كام في الترتيب؟ هي طفلة الأولانية، هي بنتي بس الوحيدة. الأول دلعنا برضو وهننا وكده؟ أيوه تمام، وبعدين جينا في وقت من الأوقات عايزين نعمل ربط وظبط مش كده؟ أيوه فعلا، وهي معتمدة تماما على الببرونة، يعني الأكل قليل جدا. تمام، طب أنا هسألك سؤال، مين اللي بيدلع أكتر، بابا ولا حضرتك؟ لأ أنا، هو والدها برضه بيدلعها، بس هو في الغالب في الشغل، فما بيجي لا، ما أنا عايز ما أعرف هي لما بيعاقبهاش. بتحتاج يعني تضغط عليك وبتروح لمين؟ ده السؤال المباشر. نعم دكتور، أنا مش سامعة لما حضرتك، معلش. بتحتاج تضغط عليكوا عشان تلبوا لها طلب بتروح لمين؟ دي حضرتك ولا البابا؟ بتصوت صوت، وممكن تخبط راسها في الحيط، اللي كنا بنتكلم تفضل عليه تعمل على وصلت وشها للدرجة كده. التانية ان هي بتبدأ يا تصوت او تخبط راسها في الحيط. ايوه، ما بتعمل اي جملة تانية عشان نتعلم سوا ونعلم كل مشاهدينا؟ بتحاول تقع او بتسكت، بتعيط لغاية لما تسكت زي ما بنقول؟ لا، اما بتعيط ما بتسكتش خالص، ما بتفصلش، لا خالص، وشها بيزرق ويحمر والكلام ده. بيحمر وصوتها بيروح وما بتبطلش عياط. طب السؤال بقى، لازم انا اعمل لها الحاجه عشان تسكت. هو ده السؤال اللي كنت عايز اساله لحضرتك، اول لما بتديها الحاجه بتسكت فجاه مش كده؟ لا مش بتسكت فجاه، بتفضل اللي هي التنهيدات بتاعت العياط، بتتشعتف تسحب كده لغايه لما تركي كده، لغايه اما تهدى بقى. طيب لكن مش مره واحده؟ لا مش مرة مش أول واحدة، ما لا تحط مش الحاجة في مرة إيدها واحدة. تسكت. طب بعد ما تاخد نفس، أعرف حضرتك لما كان ما بنعيط ونفضل نعمل تتشعتف أو كده، تتنقى. هي مش مرة واحدة تقوم ساكتة، لا بتفضل مكان العياط، يعني التنهيدات بتاعته دي. طب أنا أقول وبعدين لحضرتك أفضل حاجة، أقول أطبطب. لحضرتك حاجة نصيحة، خلي بالك من بنت حضرتك لأنها مستوى ذكائها غير عادي. بجد يا دكتور؟ صدقيني، وانا ممكن تبرعا اعمل لحضرتك اي كيو، وهتلاقي مستوى الذكاء غير عادي، بسم الله ما شاء الله، وهتلاقيها هي بقى فعلا ايه. يا دكتور، انا بديها الكلمات بتحفظها بسرعه جدا. لا ما انا من غير ما تقولي الحمد لله رب العالمين، يعني الحمد لله ربنا رزقنا بعض الحاجات الحمد لله. ده فضل طب يا من دكتور ربنا علينا. الحل ايه؟ ان انا اعودها على ان هي تقعد على البوتي او تسيب البوتي انا او رايي بقى الحاجات ان دي؟ انت احنا عندنا حاجه ان شاء الله باذن الله هنتكلم عليها، اللي هي مهارات الموهوبين، زي ما بنتكلم على مهارات المتاخرين، الموهوبين دول محتاجين تعليم خاص، يعني البنت دي محتاجه تعليم خاص عشان تاخدي منها بره. لما بنيجي نكتشف الاولاد دول، واحنا طبعا بنسافر بره نشوف، يبداوا يرتب لهم حاجه اسمها برامج الموهوبين الكرياتيف، ويبدا يعلي معاه يعلي، ويديله كورسات اكتر في التعليم زي ما حضرتك بتقولي كده، بتديها كلمات وتحفظها لغايه لما يوصل بيه لدرجه من الدرجات العلميه الكبيره، فخلي بالك منها وتاكدي انت معاكي حد عبقري ان شاء الله. الحمد لله، بس شكرا يا دكتور. وحضرتك يا ريت برضه تعرفني ابتدي معاها ازاي ان انا اخليها تتعود على البوتي او تسيب الببرونه وكده. بص حضرتك، نبدا نراعيها ونقول لها يا اسمها ايه؟ زينه. زينه، ربنا يخليها لك. يا امين. زينه احنا عايزين نعمل، كلميها كأن بتكلمي واحده صديقتك الكبيره، ما تعملهاش على ان هي طفله، خدي نصيحه مني دي هتفيدك جدا، ما تعمليش زينه على ان هي طفله ابدا، كلميها احكي معاها وهنروح كذا ونعمل كذا ونشوف كذا، خليها تعمل التصور ده وهو عندها، وهتبدا تستجيب ان شاء الله، وهتتصل بيا تقولي ان هي زينه ان بقت شاء زي الله. الفل. متشكره جدا يا دكتور، مستر ربنا حضرتك، يبارك في حضرتك. ربنا يعزك، شكرا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه. نيجي نكمل مع ان الطفل هنا بتتكون رغبته الاولى في ان هو يبدا يدور على ملابس الاخت او الاخ، يعني بالعكس الادوار، وبيبدا ايضا بيبدا يفضل ان هو يكون مع الجنس الاخر، يعني لو ولد بيحب يلعب مع البنات والبنات بتحب تلعب مع الاولاد الصبيان، احنا في سن مبكره جدا يعني لسه العمليه ما ظهرتش قوي. هنا كمان الموضوع بيبقى مستشري اكتر او بيقصر اكتر لو كان اول 3 أو 4 عندنا في الترتيب، لذلك احنا دايما بنسال على الترتيب، ترتيب البنت ايه وترتيب الولد ايه. لو احنا عندنا مثلا في الترتيب الاولاني 3 بنات وجي ولد، بنلاقيه شويه بيميل معاهم، وتلاقي عباراته ما بيتكلمش يقول انا عايز، لا يبدا، وده بنشوفه في الاضطراب اللغوي، انا عاوزه، انا كذا، انا. طيب
هنقف مع انا عاوزه ونستقبل مكالمه تانية. مجانا، مجانا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. مجانا، انا سمعت، اتفضلي مجانا، انا مستمعها الحقيقه. الو، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، اهلا ومرحبا بك. ازيك يا دكتور، عامل ايه؟ اهلا ازيك؟ بيك، اهلا بيك. الله يكرمك. لو سمحت انا كان عندي سؤالين. السؤال اتفضل. الاولاني، هو عندي ابني عنده 3 سنين ان شاء الله باذن الله، يتمهم في شهر 2 اللي جاي، على شهر خير يا رب، 2 ده، على خير. وهو لغايه الان لسه ما اتكلمش، والكلمات بتاعته مضطربه جدا جدا جدا. وهو من النوع العصبي جدا جدا جدا، واول ما مثلا ما بلبلهوش طلبه بيتنطط كتير وبيزن، وبيقعد يزن طيب. مده كبيره جدا جدا جدا، لغايه ما انا بستسلم وبضطر ان انا اعمل له الحاجه اللي هو عايزها. مشكلة، مشكلة، اتفضلي كملي. طب ده السؤال الأولاني. لا، هو بالنسبه لي هو كده، انا عنده 3 سنين ولغايه الان ما بيتكلمش الا بيقول لبابا خالص. وماما، واما ومثلا مثلا لما يقول كلمه خالته ما بيقولش كلمه خالته، بيقول كلمه بابو. بحس ان مخارج الحروف حروف مش عنده مش مظبوطة. طالعه صح، يعني اقدر اقول له قول خالته يقول بابو. فانا مش عارفه، طيب يعني انا اروح بيت خاطب ولا اعمل هلا، هجاوبك، هجاوبك بالظبط. بس انت قلت لي سؤالين، السؤال عندي التاني ايه؟ السؤال التاني بالنسبه لبنتي جنى، يعني مش عارفه الصراحه، يعني هي بتعمل تواليت على روحها بالليل. عندها كم سنة يا أم جنى؟ عندها 5 سنين. طيب. ستة، لا عندها ستة، يعني تعتبر يعني داخلة في ربنا الستة. يخلي ربنا. حضرتك الأول ضربتيها وعنفتيها وهي أنت بتعوديها هو على الصراحة هو ده كان خطأ مني، كان وهي عندها 3 سنين كده، عشان هي كانت وهي أصغر من كده كانت بتصحى من النوم بتخش الحمام وكل حاجة، فجت بقى بعد كده. فانا صراحه الموضوع ده يا مجانا ارتبط بمشكله مع الاب او في الاسره؟ لا 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 لا، ما فيش حاجه خالص، يعني يعني الحمد لله، انا يعني شايف يعتبر ان في اسره كانت الحمد حاجه لله. غيرت جنى من سلوكها الطبيعي، لان هي اتنقلت ان هي بتعمل الحمام كده، ما كانش في حاجه مصاحبه ليها، مشكله، حست ببعد عنك او كده، ما حصلش؟ هو ممكن بعد ما جبت اخوها ممكن، يعني هي كانت هو ده، ما هو الانكار مش هيفيدك يا مجانا، اطمني. نعم نعم الانكار مش حضرتك. هيفيد. يعني هو انا مجرد ما ما يعني بيجيب الاخ الثاني، بيبدا الاخ الاولاني بيعلن اعتراضه على وجود الضيف القادم، صح؟ بالظبط. الموضوع دوت ما كترش عندها الا بعد فعلا ما جبت اخوها وبدات بقى يعني تهتمي فعلا بيه العادي، اتكلم وبعد عنها. هي بدات تقول لك نحن هنا بقى، يعني احنا موجودين اهو. بالظبط كده. ربنا يخليهم لك يا الله رب يكرمك. بس هو يعني وتسعدك. انا حاسه ان الموضوع تطول معاها وكبرت قوي على الموضوع ما احنا ده. يا مجانا دايما، انا خدوا الكلمه دي عني، روح للمشكله بمجله، لازم نعمل اعداد، هيجي اخوك يعمل كذا، شيليه، العبي معاه، هتبقى هي مستعده عاطفيه، عاطفيه ان هي تستقبل اخوه، لكن احنا بنركنها خالص ونقول الجديد تعالى، فبيحس ان هو نزل من على كرسي العرش اللي هي قلوبنا وفلذات اكبادنا، وبيبداوا بقى هم يزعلوا، وده حقهم على فكره. احنا صح. لازم ناخد بالنا قوي من القصه دي. انا هجاوبك في القصه الاولانيه اللي هو اضطراب الكلام. اسمع، ابن حضرتك اسمه ايه؟ محمد. ربنا يخليه يا رب. هجاوب حضرتك، بس ان الاول عايزك تعملي كشف على السمع والكلام، والمكان اللي بثق فيه انا شخصيا هو معهد السمع والكلام، ده معهد حكومي، والناس يعني الى حد ما الحمد لله رب العالمين بتراعي، فانت اكشفي لي الاول على مراكز السمع والكلام، لو الموضوع مظبوط وكويس بتدينا تقرير ان مفيش مشكله في الاحبال الصوتيه ولا في السمع، بنقول احنا هنشتغل تخط معايا مجانا. ايوه انا مع حضرتك. بتجيبي لي التقرير يعني بعد اذنك، يعني توصليه لاي حد يكون حضرتك. معلش يا دكتور، حضرتك مركز ايه؟ السمع والكلام اللي هو بعد امبابه على الطريق ده، ده معهد حكومي وعنده افضل الاجهزه اللي موجوده في مصر، في كتير موجود وانا شخصيا عندي، بس انا افضل وجود المعهد ده، فيه تقنيات جميله جدا. هنبدا نشوف مستوى السمع قد ايه، مستوى الكلام قد ايه، عشان نشوف لو في مشكله في السمع او الكلام نبدا نحلها. ما فيش مشكله في السمع، في مستوى السمع، في مستوى الكلام من الاحبال الصوتيه، يبقى هنشتغل على ان احنا نعمل جلسات تخاطب. بس رجاء كلميني او اتصل باي حد، علشان 3 سنين ده كفايه قوي، لازم نخش في الموضوع بشكل جدي. تمام؟ ماشي يا دكتور، تحت امرك، اهلا بيك، شكرا لاتصالك. خلاص هنيجي نكمل النقطه بتاعه التراب الهوية الجنسية، في ان هو بيبدأ يلعب، وخصوصا لو كان اللي قبليه
اطفال بنات نلاقي الولد عنده ميول شويه وبيبدا اللغه بتاعته تتغير بالشكل، ما بيقولش انا عايز، بيقول انا عاوزه وكذا. وحكايه البنات برضو لما تكون قبليها ثلاث او اربع اولاد بتيجي برضو تخش معاهم في زمله ان هي بدات تتكلم بشكل رجالي شويه. وبعدين شويه شويه الموضوع بياخد شكل اضطرابي، ان احنا ممكن الموضوع يتشرب جوه الطفل او يعني يعيش فيه. وهنا بتبدا المشكله، ان الطفل بيبدا تدريجيا يحس ان هو خد نمط تاني غير شكله. بيبدا في صراع مهم جدا بيحصل جوه الطفل. احيانا بقى وهنتكلم على الاسباب بتاع الاسره، الاسره بتزيد المساله في ان هي هقول بتعمل مع ايه، لكن خلينا نقول ايه، ان الصراع بيحصل هنا مع فتره المراهقه اللي هي فتره تكوين الهويه. الطفل بيبقى عنده صراع داخلي شديد جدا، يا ترى انا ده ولا يا ترى انا ده، يا ترى انا ده، انا الشخصيه دي ولا انا الشخصيه دي. دي بدايه الصراع، لان فتره المراهقه هي فتره، كلمه راهقه يعني قارب، قارب يعني اوشك، يعني بدا يخش في تكوين شخصيه. فالمهم جدا ان المرحله دي لو الطفل جاي لي من 3 ل 4 ل 5 ل 6 سنين ل 10 وهو بنفس التركيبه، هنا بيبدا مرحله الصراع، مرحله الصراع المخيف، ان هو انا مين فيهم؟ هل انا الولد ده اللي بداخلي بمظهري ولا انا اللي خدت شكل ملابس كذا وكذا وكذا. طيب نقف هنا ونكمل مع مدام زينة، ونقول لها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بيك، اتفضلي. صح بركاته. هو حضرتك الدكتور في التلفزيون؟ أيوة أنا الدكتور اللي في التلفزيون. يعني عندي ولد في إعاقة ذهنية، ذو احتياجات خاصة. أستأذنك علي صوت حضرتك بس شوية. ذو الاحتياجات الخاصة. أيوة أيوة تمام. فهو ماشي في 12 سنة. هو كان حضرتك كنت موديه مدرسة ما بيخافش الحمام. فكنت موديه مدرسة فبصراحة علموه شاور على حمام المية. وبعدين جيت أنا طيبت وكده فبابا قعده حوالي 8 شهور من المدرسة. فجينا رجعوا المدرسة تانية، هي ما بيخافش الموضوع، ودينا مدرسة تانية بس لحد دلوقتي برضه بخش الحمام. طيب ايه المشكلة الأساسية؟ وابن حضرتك اسمه ايه؟ اسمه أحمد. ايه المشكلة الأساسية حضرتك يا أم أحمد؟ ايه المشكلة؟ هو الأساسية؟ عنده إعاقة ذهنية، هو عنده أنا... بيخش الحمام والكلام. كلمش. طب الإعاقة الذهنية دي متشخصة على حاجة معينة؟ زملة معينة من الزمل؟ والله هو عنده كهرباء زيادة على المخ، لا هو اتولد كده. سؤال. بيتكلم حضرتك؟ بابا وماما بس، كل كلامه بعد كده مش مفهوم. لكن بيتكلم. بيقول بابا حلو قوي، بيقول ماما حلوة قوي. بيتحرك؟ بيمشي، بس هو يعني بياخد علاج طبيعي برضه. مفيش أي مشكلة. هذه النوعية من الأطفال. طيب. نعم؟ لا، النوعية دي لما يكون عندنا حاجتين مهمين، بيتكلم وبيسمع وبيتحرك، ده بيبقى قابل جدا ان هو يتعلم. وحضرتك منين؟ من القاهره ولا من بره القاهره؟ من قبر الاب. طب كويس. طب كويس جدا. دكتوره بتوديه في ما بتودوش مراكز قريبه؟ انا نفسي يا دكتور في المدرسه يكون كويسه، بحيث ان الواحد يعني لما اوديه مدرسه يطلع له اشد نفسه. هو ده اللي انا كنت اقول، لا هو ده اللي كنت اقول لحضرتك عليه، ان احنا عندنا مدارس عادية تبع التعليم العادي وبتعمل مستوى جيد جدا للأطفال ذوي الحاجات الخاصة. أنا لسه كنت هسأل حضرتك. اتفضلي. أنا حبيت أدخله مدرسة عادية، قالوا لي لا لازم يكون بيتعلم. لا 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 لا، إحنا عندنا يعني عندنا في مدرسة فاطمة الزهراء أعتقد في تقاطع الأزهر، عشان كده بس حضرتك أنت منين؟ علشان نقدر نقدم خدمة للناس البسيطة اللي بنتكلم عليها، الناس اللي هم بتوعنا اللي إحنا جايين هنا عشانهم، لأن المراكز الخاصة بتبقى يعني تكاليف كتير جدا واحنا مش قد الكلام ده، فبنحاول. ففي مدارس ان شاء الله هقول لك حد، انا يمكن اكتب مثلا ان شاء الله النهارده اول ما اخلص على طمني عليك مجموعه المدارس القريبه اللي في وسط القاهره اللي بتقبل ذوي الحاجات الخاصه وبالمصروفات العاديه اللي هي بتاعتنا اللي احنا نقدر ندفعها. لكن انصح حضرتك طول ما انت قاعده اتكلمي معاه،
اديله حاجات، ارمي حاجه جنبيه علشان يلتفت، ما تسيبوش في فراغ ابدا، دايما كلميه ودايما اسمع منه. هتعملي انت بنفسك جلسات والله بسمع منه بس مش بفهم. انا هو ساعات بيحب مثلا ايه الاجل لما يعد من بره يقول لي مام اكبر اكبر راح عشان يجيب قناه فيها الاجانب. بصي يا ام احمد، بصي يا ام احمد، بصي يا ام احمد، صلي على رسول الله الاول عشان تهدي كده. انا بقول لكل حد عنده طفل معوق، انت عندك مشاكل كتيره، فاهدى انت الاول علشان تقدم لنا خدمه للمجتمع، علشان احنا لما بنطلع للطفل ده كاننا عملنا كنز. ده طريقك للجنه يا ام احمد، ده طريقك للجنه، فعايزين نوع من الهدوء. ربنا يبارك. انت دايما اعملي له تدليك، عشان لو ما قدرناش نروح في مجموعه من الزيوت معينه بنجيبها البسيطه، نعمل تدليك، نعمل تدليك حوالي الودان، تدليك لدجلين. دايما قولي له، قولي الاذان، قولي الله اكبر الله اكبر، قول ورايا يا احمد اشهد ان لا اله الا الله، قول ورايا يا احمد. كل الحاجات دي هي دروس تخاطب في البيت بنعملها بشكل بسيط. تمام؟ ابدا بالله ان انا بقعد اقول بسم الله بسم الله. ايوه انا بوريهم الحاجات القرانيه حضرتك. يا ام احمد بيجيبها معاكي بعد كام مره؟ ما بيقولش خالص، ما بيقولش. عارف اسمه احمد، يقول له الحاء الف حاء بس. طيب بس. طيب انا هقول لحضرتك على جلسات تقوليها وان شاء الله هنكمل. أيوة. بس انت خليك يعني عندك نفس طويل عشان ان شاء الله تاخدي منه ان شاء الله. طيب شكرا يا محمد. ناخد معانا اتصال من استاذ عبد الرحمن. السلام عليكم استاذ عبد الرحمن. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا بيك. اهلا بحضرتك. لو سمحت يا دكتور، انا كان عندي سؤال بس. ابني يعني لما بيجي يلعب مع الاولاد او بيجي يلعب مع طفل مثلا حد من قرايبنا جاي له، بيقعد يعني يمسك يشد شعره ويزقه على الارض، يعني عنيف شويه في المعامله. رقم كام في اولادك يا استاذ عبد الرحمن؟ نعم. رقم كام ابنك واسمه التاني. ايه؟ الثاني. بيتخانق مع اخوه الاولاني او اخته الاولانيه؟ نعم. بيتخانق مع اخوه الاولاني او اخته الاولانيه؟ لا هو مش بيتخانق مع كل الاولاد، يعني هو لما يجي مثلا حد قاعد مثلا، لو جات لي مثلا اختي ومعاها بنتها وبيلعبوا مع بعض شويه، ما بيقابلهمش كتير يا استاذ عبد الرحمن؟ ما بيقابلهمش كتير؟ مخربشها. ما بيقابلهمش كتير؟ نعم. ما بيقابلش قرايبه دول كتير؟ لا لا بيقابلهم كتير، يعني انا اختي بتبقى عندي مثلا كل اسبوع مرتين. طيب هل في، هو عنده كام سنة قلت لي؟ عنده 3 سنين. 3 سنين. أنت بتشجعه إن هو لو حد ضربك اضربه والكلام من ده يعني؟ لا لا خالص. خالص؟ لا طب لا. العدوانية دي جت من، هو عنده كهرباء زيادة ولا الأمور عادية؟ لا 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 مفيش أي حاجة الحمد لله. لكن عدوانية متعلمة. بيقعد قدام الكرتون هو كتير؟ هو كده. مفيش حاجة اسمها ما من مولود إلا ويولد على فطرته، ربنا بيدي لك صفحة بيضاء. هو بيقعد قدام كرتون شوية كتير؟ نعم يا دكتور. قدام كرتون كتير؟ بيقعد طيب. اوقات كتير. ما انا بقول لحضرتك، طيب ليك اي سؤال تاني؟ نعم. ليك اي اسئله تانيه؟ لا لا ميرسي. اشكر اتصالك، اشكر اتصال جاوبك. احنا عندنا هنا موضوع ان احنا بنعلم اولادنا عمليه الاجريشن او العدوانيه عشان يبقى اجريسيف او عدواني، وبعدين بنقول لا ليه هو بقى كده؟ احنا بنقدم له، ولذلك انا بقول هنا في اضطراب الهويه احنا اللي بنقدم الحاجات، وبعد كده نسال ليه سلوك الاولاد ليه بقت كده؟ لا احنا اللي بنقدم القصه، احنا اللي بنصنع، احنا اللي بنصنع المشكله، احنا اللي بنخلق المشكله وبعدين نقول. وهنتكلم ان شاء الله في الكذب والسرقه، احنا اللي بنقدم، اقول له بابا مش موجود، كذا. فالطفل احنا بنقدم له بشكل رائع جدا على طبق من فضه، كيف يكون كذابا وكيف يكون سارقا وكيف يفتقد هويته وكيف يخرج من سلوكه المحترم. لذلك احنا عندنا تصريحات من سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما بيلاقي اي موقف سلوكي بيعلم لنا ويوقفنا، زي حكايه الست اللي كانت بتدي لابنها التمره، هاك اعطيك، تعالى اديك التمره، هاك اعطيك. سيدنا النبي مباشره سالها انت ناوي تديله؟ قالت له ايوه يا رسول الله. سيدنا النبي حط لنا المساله، اما انك لو لم تعطي لكتبت عليك كذبه. المساله الاولانيه، المساله الاولانيه شكل الاب، القدوه، الاسره، الكلام، التفاعل، الاعلام، المحيط، البيئه، كل هذا ينتج طفلا اما سويا ياخذ المجتمع، واما غير سوي للاسف بيبقى انتسيشال او طفل مضاد للمجتمع. اللي بلاقيهم بيعملوا حاجات كتيره بنقول الاولاد دي جت منين؟ احنا في الحقيقه بنقدم، لابد ان احنا نراجع نفسنا، واحنا هنا عشان الموضوع ده، نراجع نفسنا ونقول ايه اللي بيحصل. نيجي بسرعه نشوف الاسباب التي تؤدي الى اضطراب الهويه الجنسيه. في نقطه كتير من الاباء بتعملها مشكله كبيره جدا مع الاطفال. الاطفال في الـ3 سنين الاولانيه بيحبوا يتعرفوا على نفسهم.
زي ما انت بتيجي تقول له ايه دي ايه مناخير دي ايه عين، فبتيجي نقطه مشكله بتحصل لما الطفل بيضع ايده في مكان مثلا اعزك من التبول، الاب والام على طول يروحوا ضاربينه بعنف، هو مش قصده حاجه، هو بيتعرف على جسمه. انت هنا اول نقطه او اول مسمار في المشاكل السلوكيه اللي بتحطها ساعه لما بتعنفه تعنيف كبير جدا، هو مش قصده، هو عايز يعرف ده ايه، يتلمس فعايز يعرف ده ايه وده ايه، فبتكون انت عنيف جدا. هنقف مع المشكله دي ونستقبل مكالمه اختنا ام حبيبه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ام حبيبه ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. لو سمحت يا دكتور، انا معايا بنتين، البنت الكبيره حبيبه في سنه تانيه فاختها لسه صغيره، يعني لسه مولوده ما بقالهاش 7 شهور او 6 شهور بالظبط. ف يعني حبيبه الكبيره بتغير من اختها الصغيره، طبيعي. دي حاجه. الحاجه الثانيه كنت بس عايزه اعرف، بس لما كل المدرسين بيشتكوا منها ان هي ما بتحفظش كويس وما بتركزش، فيعني حاولت بقى اشجعها، وزي ما هم المدرسين قالوا لي، يعني قالوا لي شجعيها واديها يعني كافئيها يعني عشان تبقى كويسه. تمام. فبرضو ما فيش يعني ما بترك برضو ما بتفين وفين لما بتركز، وبالذات لما مثلا بديها اي حاجه او المدرس مثلا او المدرسه تقول لي مثلا حفظيها الحاجه ديت، بتبقى يعني بتبقى صعب، بحس ان هي تبقى صعبه عليها هي مش عليا. السؤال هي بتتفرج، خليك معايا دقيقه واحده، هي بتتفرج على برامج كرتون او اي اغاني او حاجات زي دي؟ بتحفظها؟ قوي صح؟ جدا. طب شكرا. الكرتون يعني. شوف يا ام حبيبه، احنا عندنا نقطتين هنا، يا اما يبقى في حاله اسمها صعوبات التعلم، الطفل مش قادر يتعلم عشان ربنا خلقه بالامكانيات دي، وفي طفل عنده حاله رفض. احنا في موقف حبيبه هنا عندنا حاله رفض، هي الذاكره بتاعتها زي الفل ولكن بتشغلها في الحاجات اللي تخصها او اللي هي عايزاها او اللي تعنيها. ليه؟ علشان نكايه في حضرتك بتضايقك او في الاسره عموما، وان هي يعني بتستقبل الاشياء في ذاكرتها اللي هي تمها او شايفه ان هي. لكن حضرتك لو بداتي معاها اعملي معايا ام حبيبه، طيب انا هكمل لك، اعملي معاها عقد او تعاقد سلوكي، بنسميه التعاقد السلوكي، لان هي زي نفس المشكله لما اتكلمنا مع ام هاجر والمكالمات اللي جت، ان الطفل بيحس ان هو خلع من قلب امي او نزل من على الكرسي العرش الذهبي، كان هو الحكايه وهو كل الاسره بتيجي وفين وده يشيل وده ياخده من ده، فجاه يلاقي نفسه قد هبطت عنه الاضواء وبقى كم مهمل. طبعا الكلام ده بيأثر كتير جدا في نفسيه الطفل، وبيحس الطفل ان هو برضه هيتسال تاني يا دكتور هو الطفل؟ ايوه. ولذلك يعني انا بقول لمعدنا الجميل، حط من دلوقتي حلقه باسم الغيره عند الاطفال، دي مهمه جدا 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 نتكلم فيها، لان احنا بنعتبر الطفل ده كان مهم. ايه؟ لا 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 لا، الموضوع مهم جدا. انت ما تشوفش انت بتفكر ازاي، انت يعني وده الفرق من حد متخصص وحد بيشوف بصوره عاديه. المتخصص عارف الطفل بيحصل ايه جوه تفكيره او في الصوره الايميجيشن او الصوره الذهنيه، اما العادي بيقول العادي ده طفل ما فيش اي حاجه. لا، الطفل ده في حقيقه الامر عنده ذاكره من اروع وانقى ما تكون، فحاسب كتير قوي وانت بتعامله، لكل ام ولكل اب حاسب كتير قوي، ودايما روح للمشكله قبل ما يجي لك الطفل الثاني، ابدا اعمل اعداد للطفل الاولاني، قول له احنا هنستقبل كذا، هيفي عندنا كذا، اخوك هتلعب معاه وهتخرج معاه، نعمل له نوع من التحبيب، نوع من الترغيب، ما نبداش نرميه فجاه واحده زي حكايه الفطام مره واحده ويبدا الطفل بعد كده ينزعج ويحصل ان هو حاسس بالوحده النفسيه وبتتحول الى ما نسميه باكتئاب الطفوله. نخرج فاصل ونرجع لكم، اوعوا تروحوا حته ثانيه عشان الموضوع جميل، وتواصلوا معايا. اتفضل.
وارجع لكم تاني ونكمل مع بعض في اضطراب الهويه الجنسيه. وبسرعه عايز اكمل لاني معانا 5 دقائق تقريبا نقدر نقول فيهم المشاكل الاساسيه او انا بسميها كارثه البيت او كارثه البيئه. اول حاجه لما نيجي يكون عندنا طفل مثلا 3 او 4 سنين ونضحك على مشيته لو كانت مشيته مش لطيفه، سواء كان الولد بيمشي ماشيه مش كويسه او البنت بتمشي ماشيه جد جدا. ولذلك تلاقي زمان ايام سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا بيبعتوا الاولاد للصحراء علشان يتعلم الشعر، يتعلم المشي، يتعلم القتال، يتعلم دور. لذلك احنا مهم جدا ان كل طفل يتعلم دوره، يتعلم. ما نجيش بقى الكارثه الثانيه، احنا بنعمل ايه؟ نلبسه ملابس ونضحك. جميل جدا مثلا بنت نلبسها دايما ملابس فيها خشونه، ولد نلبسه نيجي مثلا نلبسه شرب، نلبسه كذا، ونروح عاملين ايه بقى؟ نضحك. الكارثه هنا بنعمل المشكله ونضحك عليها. طب ايه يا دكتور، ما احنا قاعدين بنعمل فاني وبنهزر وبشرب. الفاني ده حضراتكم بيخلق جوه الطفل صوره تفضل ثابته اللي احنا بنسميها الصوره الذهنيه. بنرسم جواه صوره، ايه اللي بيخليها تثبت؟ ان هو بيعتبر ان التشجيع اللي بيحصل من الاباء جايين كده كلنا قاعدين في الاسره، ايه ده شوف عمل ازاي وايه، ونضحك ونتكلم كان الكلام ده شيء جميل. فالطفل بيعتبر ان ده تشجيع فيثبت الدور جوه راسه جوه ذهنه. دي اهم الكوارث اللي بتعملها الاسره، يثبت الدور المغاير جوه عقيده او جوه صوره او جوه ذاكره الميموري بتاعه الاولاني اللي بيتعمل جوه راس الطفل في ذاكرته. بيبدا الطفل يعتبر ان ده شيء جميل، وماما ضحكت عليا وبتحبني، بيفهم. ايوه مش عايزين نسال السؤال ده تاني، عنده وعي كونسبت عنده. فبيبدا الطفل يلاقي نفسه ان هو محبوب، فبيبدا يقصد الى ان هو يكرر هذه الحركات بهذا الشكل علشان يستجدي عاطف الاخرين ويبدا جواه. تيجي الكارثه الثانيه بقى لما ماما تسمي الولد اسماء غريبه دلع. تيجي تسميه مثلا ولد تقول له توتي كذا مش عارف ايه، ويبقى يفضل معاه الاسم ليه؟ ولا واحده تسميها اسماء تكون فيها اسماء كذا، نطلق عليها اسماء تكون فيها اولاد. خلاص نيجي بعد كده نشوف حته غياب دور الاسره، الانفصال، المشاكل الاسريه. وطبعا هسمع حد دلوقتي بيقول لي هي المشاكل الاسريه دكتور ليها علاقه بالموضوع؟ ايوه، لان الطفل لما بيفقد هويته هنا وما بلاقيش الدور النموذج، انا باخد دوري منين؟ يعني الولد بياخد دوره منين؟ والبنت بتاخد دورها منين؟ الولد بياخد دوره من الاب. لو الاب ده مش موجود مسافر، لو الام مش موجوده مش مسافره، لو في انفصال، بيحصل عندنا اضطراب في الهويه. الولد ما يعرفش يعني ايه تكوين الصوره الذهنيه، يعني ايه يمشي ازاي، يتكلم في المجتمع ازاي، يناقش ازاي. والبنت كمان ما تعرفش ازاي هتلبس ازاي. واحنا عندنا مشكله دايما كمان، وعايزين نحط دي حلقه تانية، اضطراب الادوار. الام تتكسف ان هي تقول لابنها لبنتها اعملي كذا كذا، والاب يتكسف ان هو يقول لابنه اعمل كذا كذا. اضطراب الادوار ده بيخليني انا كطفل مش عارف هستسقي الصوره منين. نقطة بتحصل خصوصا في مشكلة المراهقة بقى، لما يجي يتلم على بعض الأشكال أو الأشخاص من نفس المشكلة، بتبدأ المشكلة تتصاعد وتدريجيا تتصاعد لغاية لما توصل لحالة سلوكية خطيرة. بيتهيألي احنا لمينا إلى حد ما اضطراب الهوية. مستني اتصالاتكم على الصفحة عشان انتم اللي هتحددوا هنقول ايه المرات الجاية ان شاء الله، ايه المواضيع المهمة بالنسبة لكم. أنا سعدت جدا بلقائي معكم اللي مر بسرعة، ولكن دايما بتمنى من الله سبحانه وتعالى أن أنتم تبقوا في أتم صحة نفسية وعقلية وذهنية وجسدية، ودايما في طاعة من المولى سبحانه وتعالى. أترككم في رعاية الله وأمنه، سلام عليكم من الله ورحمته وبركاته، وإلى لقاء يجمعنا بإذن الله.